ورجعنا بفيديو جديد يا احلى اصحاب. وفيديو النهارده هيبقى تطبيقات جميله جدا، فتابع الفيديو للنهايه. وشكرا شكرا شكرا جدا على 98 الف مشترك، بشكركم من كل قلبي بجد. فاضل 1000 وشويه على 100 الف مشترك، فبتمنى قبل ما نبدا الفيديو لو انت مش مشترك في القناه اضغط هنا واشترك في القناه وفعل زر الجرس وادعم الفيديو بلايك واعمل شير للفيديو مع اصحابك. عايزين نوصل لل 100 الف مشترك النهارده. ولو انت اول مره تشوفني اضغط هنا، بنزل فيديوهات وتطبيقات جميله جدا، متاكد لا تعجبك ادخل وشوفها. وبشكر الناس الجميله دي اللي دعمتني في تعليقاتها الجميله، من امل مندي ويوسف واصوات الاكل الكوري وعمر ويوسف برو. ونبدا باول تطبيق، وهو تطبيق بيغير لك شاشه القفل بتاعتك، اللي شاشه جميله جدا فيها مزايا كتير. كلنا بنفتح التطبيق بالشكل ده، وبعدين نفعل الخيار ده ونديله الصلاحيه، وندي الصلاحيه للخيار الثاني بالشكل ده، بعدين نفعله تاني يا شباب. بعدين يا شباب نضغط هنا ونضغط تاني خيار، ونفعل يا شباب خيار اللوك سكرين من هنا، نضغط عليه تاني ونفعل تاني خيار. فأول ما بنقفل الهاتف الخاص بينا ونفتحه تاني، بيظهر لنا الشكل ده في الساعة بتاعتك بشكل جميل وجذاب، وفي الإشعارات بتاعتك لو ضغطنا هنا بيظهر لنا الاشعارات بتاعتك بشكل جميل جدا بشكل جذاب. تقدر تتخلص من الاشعارات دي عن طريق ان ننزلها بالشكل ده. فواجهه جميله جدا تقدر تعدل فيها من داخل الاعدادات للاعدادات اللي تناسبك. فرابط تحميل التطبيق ده سيبه لكم في وصف الفيديو تحت. ونروح للتطبيق رقم 2، هو تطبيق جميل جدا بحيث بيعدل على الصور الخاصه بيك، بيعدل في ملامح وشك، بيعدل في لون شعرك، يقدر يكبرك في السن او يصغرك بطريقه جميله جدا بطريقه هتعجبك. كل اللي علينا بنفتح التطبيق، بيظهر بالواجهه دي، نضغط هنا ودي المزايا اللي بيقدمها لك، نضغط ستارت. بعدين يا شباب بيطلب منك انك تسجل عن طريق الفيسبوك او عن طريق انك تدخل رقمك. نسجل بالطريقه اللي تعجبنا وليكن مثلا الفيسبوك. بيظهر التطبيق بالواجهه دي لو احنا عايزين نصور نفسنا صوره، ونعدل عليها بنضغط على الخيار ده. لو احنا عايزين نختار صوره من عندنا مع الهاتف نضغط على الخيار ده ونختار الصوره اللي هتعجبنا، ونستنى لحد ما يعمل لها معالجه. فبالتالي التطبيق بيقدم لك فلاتر جميله جدا، بنقلب في الفلاتر دي ونختار الفلتر اللي هيعجبنا. وليكن مثلا الفلتر ده بيغير لون شعرك، والفلتر اللي بعده بيوريك ملامحك هتبقى عامله ازاي بعد 50 سنه بالشكل ده، بالشكل ده بطريقه مضحكه. انت عايز مثلا تضيف دقن ليك، او تضيف نظاره، او لو انت مش مبتسم في الصوره تضغط على الخيار ده. فبالتالي بيعدل على ملامح وشك بطريقه جميله جدا. فرابط تحميل التطبيق ده سيبه لكم في وصف الفيديو تحت. ونروح للتطبيق رقم 3، هو تطبيق مفيد جدا هيهمك لو انت عايز تنقل الملفات بتاعتك على ميموري كارد، ومثلا عندك يجي مليون صوره في كل مكان ومليون ملف ومش عارف توصل لهم. كل اللي بنحمل التطبيق ده من الرابط اللي سيبه لكم في وصف الفيديو تحت. بعدين التطبيق بيعمل لهم فلتره، بيجيب لك جميع الصور في ملف لوحده وجميع الفيديوهات في ملف لوحده، بيديك الحجم بتاعها وجميع الصوتيات والملفات المضغوطه والتطبيقات في ملف لوحدها، بحيث تقدر توصل لهم بطريقه سهله وبسيطه لو احنا عايزين ننقل الصور بس او الفيديوهات بس نعلم عليها. وبعدين نضغط على موف تو اس دي كارد، هينقل لك جميع الفيديوهات اللي عندك على الهاتف على الاس دي كارد بطريقه سهله وبسيطه. فتطبيق مهم جدا هيفيد الناس اللي عندها ميموري كارد وعايز تنقل الملفات بتاعتها. واللي هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى ما تنسوش تشتركوا في القناه، خلاص قربنا لل 100000 مشترك. وتضغط لايك للفيديو وتكتب لي تعليق حلو. ولو انت اول مره تشوفني اضغط هنا، بنزل فيديوهات هتعجبك واشوفكم في فيديو جاي. والسلام عليكم.